يعني عندنا كمان اسم مميز، قاسم محمد. قاسم محمد ده موظف امن في النادي الاهلي، موظف امن في النادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي بيكرمه قاسم محمد. النهارده طبعا حصل على تكريم من المدير، مدير النادي الاهلي محمد مرجان لامانته. الراجل شغال في الامن ولقى شنطه من احد الاعضاء نسيها في النادي، ما عليه انه توجه بالشنطه ديت ويسلمها للاداره في الامن. وطبعا الشنطه كانت مليانه فلوس كتير، كان في مبلغ مالي كبير جدا جدا في الشنطه طبعا، وفي يعني حاجات شخصيه كتير، موبايل ويعني حاجات كتيره جدا جدا. لكن الامانه يعني دايما موجوده في النادي الاهلي، الامانه دايما في عمال النادي الاهلي. النهارده بيكرم بشكل جيد جدا، بيكرمه السيد محمد مرجان على امانته. وهو كمان يعني قاسم محمد شكر طبعا لجنه النادي الاهلي، وشكر اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي كمان اللي اتصلوا بيه. ودايما بنقول الحاله المعنويه جيده جدا، ان الحاله المعنويه كمان مش للعيبه الكوره بس، احنا مهتمين بالعاملين. العامل اللي بيأدي دوره بشكل جيد بيلاقي ترحيب من النادي الاهلي، وبيلاقي النادي الاهلي بيكرمه. فده كمان علم، يعني دايما بنتكلم على الطب، بنتكلم على اللعيبه والمدربين، لكن كمان العمال. صدقيني يا سام، انا عشت في النادي الاهلي، العمال بيأدي ادوار، يمكن خلينا نقول الجندي المجهول. صح. انا بتكلم حتى على قطاع كره القدم والعاملين في غرفه الملابس، كمان العاملين في النادي الاهلي، موظفي الامن والامانه اللي موجوده فيهم، يعني دول الناس اللي فعلا الناس ناسياهم وما بتبصش عليهم. لكن اداره النادي الاهلي يعني بتكرم الناس ديت على امانتها، وبتكرمها كمان من غير ما شوشره زياده. انا عارف ان بيكون في تكريم على المستوى المادي، اي حد بيعمل حاجه كويسه في النادي الاهلي، وخاصه الناس اللي مش متشافه زي عمال الامن والعاملين في غرف الملابس كتير. دول بيكون ليهم دور كبير قوي. بس يعني عايز اقول لك حاجه برضو، العمال والموظفين دول اللي الاهلي الحقيقه يعني برضو بيتشرف بتواجدهم معاه. هم انت زي ما انت قلت ناس مجهوله، ممكن صحيح. انت ما تعرفش شكلهم، انا ما اعرفش شكلهم، بس هم بيكونوا مشهورين، والاعضاء يعني اعضاء الجمعيه العموميه بيتكلموا عنهم، ومعروفين زيهم زي اسرهم. صحيح. صحيح. زي اللعيبه، الناس دي تشوف النهاردة عم قاسم، النهاردة الموظف البسيط جدا اللي لقى شنطة كانت ممكن تفكيره يروح في أي حتة. صحيح. ده هي دي الأمانة اللي بيتمتع بيها أي موظف وأي عامل داخل النادي الأهلي. علشان كده زي ما أنت قلت، مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة لازم أكيد بنهتم بالنماذج دي، لازم يتم تكريمها. صحيح. ومش بس على أمانتهم، على كمان شغلهم والعمل الدؤوب. عارف صحيح. أنا وأنت بتتكلم برضو بفتكر عم حارس، وبفتكر الناس اللي انا دخلت وشفتها واتعاملت معاها، ناس كتير، وعم جمعه، ناس كتير. بتروح الساعه 7 الصبح تلاقيهم اخلاق البيت الكبير يا كابتن هاني، دمتهم يعني اخلاق البيت الكبير.